هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 139 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 228 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 68 طن سلع غذائية مختلفة. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 14 طن سلع مدعمة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 66 طنا. وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 40 طن أسمنت و16 طن حديد تسليح.